طبعا الانسان ماشي يسهل ليه الله والقدر مزيانه يخلي الدار اللي كان مستور فيها والدار اللي دوز فيها بزاف الحوايج زوينين، المهم يعني دوز فيها حياه يخليها دايره كي الزباله. ولهذا المهم هادشي من قبل ملي كنت صغيره في العشرينات ما كنتش كنديها في هاد الديتيلز، ولكن الانسان مع الوقت كتعلم انك الا بغيتي مستقبل زوين صلحت الحاجه اللي فتيها. خرجت من شي خدمه ما نخرجش منها وانا مخاصم وانا مضارب، نخرج ان جود تيرمز كما قلت لك في واحد الفيديو قبل. خرجت من شي دار نقيها جففها كما كتهلا في الدار الجديده اللي غتبدا فيها بدايه جديده، نقي الدار ديال السيد اللي ما تاكليتيها من عنده من قبل، لانك يعني دوزتي فيها واحد كما كنقولوا تخبيتي منها من الشتاء من البرد من هذا. فهذا الشيء اللي كنحاول ندير دابا. المهم هنايا هاد القنج درت فيه الحوايج اللي باقيين خاصني نديهم، تنمشي نغسلهم مثلا شي حوايج بعاد ديال الدراري، وهنايا غندير شي حوايج ديالي اللي المهم زعما اللي باقيين عندي في المريوات. حاشاكم سمحوا لي على الروينه. هنايا بزاف تريكوات على غنلوحهم، صافي غادا نلوح اي حاجه هادشي كيبان لكم كله غادا نشطبو من هذاك القنص، وغنمشي لوول مارت نجيب بلاستيكات حاشاك ديال الزبل نجمع ونلوح الدنيا، ومن بعد نجففها باش نسلم الدار كما عطاها لي نقيه اول مره نعطيها لي حتى انا نقيه. شي كان في المريوات وكاين حتى شي حوايج شي حوايج ديالو هو شي جاكيطات شي لعيبات شي حوايج حتى ديالي انا اللي قدام، وهذا رحتهم هاد الخاميات غندير فيهم داكشي اللي مازال غنبغيهم ديالي وديال الدراري. وتماك المهم كشي باقي عشوائي، ولكن هاد الجهه حاشاكم لا بوبيل، هاد الجهه كشي الحوايج اللي مازال غندي معايا للدار. وطبعا مشيت لتماك وتصبان وهذا هنايا غادي بعدا الحمد لله لقيت بلاستيكات نجمع فيهم ديك لابوبيل، عاد نشوف فين وصلت ونمشي نشري عاوتاني منهم بزاف باش نكمل.
شاركم جماعة هاد لابوبيل أغلب اللي ديالنا هنا الشي نروحو وهادشي ندير داري جديدة. المهم اللي غندير هادشي غتكون المهم يعني ضربت واحد المراحل نقية ديال الدار، نحاول نحيد عليا كل شيء باش مابقاش هاد السيمانه باقي ليا 3 ايام قلت مول الدار نخويا هذيك 100%، فنحاول نحيد عليا كل شيء اولا الاغلبيه الصحيحه كما كنقولوا اليوم وصافي تبقى الدنيا نقيه. نغسل هاد الشيء ونجفف الدار نخليها لي بعدا نقيه. الطوموبيل خاصها شي غسله كاينه واحد الحراره عرفتوا ما نعاودش ليكم عادشي 40 هكذا 40 عادشي صاد صاد طيب الحال. والدار الجديده ما فيهاش لاكليم، قال لك كديري لاكليم ديال ديري الكليم ديالك راسك تشري وحده. قلت لي خويا الله يا ربي الله طالعين ب 7000 دولار ومشي مازال نشري لاكليم ديالي. ايوا صافي غندوش ولادي مزيان نلبسهم شي حاجه خفيفه، كاينك الفرفارات بعد شويه كيديروا شويه البرد، غنسنى اختي على الاقل واحد جوج سيمانات ولا ثلاثه نوض نوقف على رجليا من هاد المبلغ العظيم اللي هكا على غفله. ولكن الحمد لله شوفوا شحال السبل اللي حتى داكشي كامل اللي شفتوه، ودابا جبت الطوموبيل قريبه باش هذاك الحوايج اللي غنديهم للدار الاخرى للدار الجديده زعما نقرب من الباب. ايوا الحمد لله وحليت الطوموبيل بحال هكا باش تجيني ساهله تلقى الباجاج. المهم انا اغلبيه الحوايج اللي كانوا باقين باقي شي حاجه بسيطه ولحت اغلبيه لابوبيل اللي باقه صافي غنمشي ناخذ هذاك التراب ديال المشاش حيت هاكم الى تعطل كتولي واحد الريحه خايبه. غنمشي نشريه كي قسمي بلونغلي ليتر غنمشي نشريه شويه عود الند وصافي. خريت معايا تخدي هادشي اللي باقي ليا باش نصايب طاجيني هاد المره نديرو على حكو طريقو في الدار. فكرتوني نمشي نجيب الزيتون من الثلاجه. ايوا صافي غندير شي للدار ناخذ عود الند الكستراب ديال المشاش نمشي ثاني للدار جديده نجمعها شويه ونطيب شي طاجين عاد نرجع ثاني. شوف الناس دايرين وين هذا كاين واحد ولكن صغير عندي اللور في الدار بحال والو نشري بحال هذا نديرو الدراري يعمو فيه في هذا الصيف. ها هو الزيتون باش نديرو طاجين مزيان. التراب ديال المشا خاصني نبدلو ليه زعما نبدلو كل هذا سيمانه تقريبا. ايوا شفت عود الند ايوا صافي عود الند هاد الغازا هكا ديال الكلاف صافي اختي. انا كاع الزريالات اللي عندي اللي بقى عندي خسرتهم صافي. المهم الحمد لله ما خصنا خير كلشي مزيان وباذن الله مازال الخير جاي لقدام. ف هادشي اللي كان خاصني فقط مشيت خديته دابا غندير الدار ندير شويه عود الند ونبدل هذاك التراب ديال المشا اللي معصبني لان ولات ريحته خايبه دخلته للتواليت وهذا باش زوين فيه ريحه زوينه يعني فهمتي كتبقى غير مره مره تبدلي وصافي الدنيا مزيان الحمد لله. ايوا دابا غنوصل هاد الشيء خديت هاداك التراب ديال المشاش وعود الند غنوصل هاد الشيء ندي الحوايج كاملين نحطهم في هاداك البيت اللي قلت لكم بيت الخزين. هاداك البيت هو اللي حاطه فيه جميع الباكاج باش ما ترونش ليا الدار ومره مره نجبد منه مره حوايج نصبنهم ونحطهم في بلاصتهم مره كذا مره كذا تي كيما نقولوا حتى نخويه ما تبقاش في بلاصه مقد الدنيا الدار كلها مرونه يكون بيت واحد مرون ومره مره كتجمع منه حاجه وغاديه الامور بحال هكا. ايوا دابا اش غادي ندير ان شاء الله غنحط هذا الشيء هذه ثقيل هذه المهم على الاقل هذه اخر رحله عندي فيها الثقل بزاف بوحدي. غنحط هذا الشيء ونمشي نطيب واحد الطاجين فيه الجوع غنطيب شويه اللوبيا
المهم داكشي اللي عندي غنطيبو دابا حتى ان شاء الله باذن الله شي 3 جو 4 جو نتخلص عاد نجيب القضيه مقاده. مي دابا غدا نديباني غندير داك اللوبيا ندير الطاجين ديال الدجاج وهكا سلطه شي لعيبه بحال هكا نخليهم عندي في الثلاجه. دواش نصيب شعري عاد غنمشي عاوتاني للدار الاخرى نحاول نجيب داك الشيء اللي بقى نجففها وهذا ان شاء الله. حنا غاديين مع الوقت مع الدراري خاصني نجيبهم الخمسة تقريبا 5:30. انا ما كرهش نحيد كل شيء مع غدا خدامه كون دواش صايب شعري جففت قادي طيبت ان شاء الله باذن الله صافي باش يبقى شي حاجه خفيفه بزاف كاع زعما نحيدها غدا مورا الخدمه واسبيرون نكون كملت اصلا ما نحتاج. نسيت ما وريتكمش بيت الغسيل داكار دايرين له هكا فيه في طواليت زايدة فيه لي ماشين تنسى عليهم غسل حوايجي هكا. أخيرا طلعت الدار هي السخفة ديال الجوع والسخفة ديال العيا والسخفة ديال كلشي على كل واحد لي بواط كونسيرف ديال السردين مع شوية العصير ساندويتش صافي عاد ندير الطاجين ديالي ونجمع الدنيا. اوبسي الحمد لله. المهم درت طاجيني شوفي هاد الفران وك العيبات القدام ولكن عجبوني فراسكم بزاف الناس هنايا كيعجبهم داكشي الانتيك وهاد الفران دير بحال الفران اللي كبرنا حنايا كنديروه يعني ديال الخبز وهذا فريلي نايس زوين صراحه عجبني. والحاجه المزيانه في الدار انها متيسه عارفه بزاف البنات قالوا لي غاليه وهاد الثمن 2200 وشي المهم تقريبا نقولوا 2300 دولار ولكن الحي مزيان هو فعلا شيكاغو الاغلبيه ديال المباني ديالها قدام ولكن اختي راه صحو العمل العماره اللي سبقه 100 عام وصحيحه فصيحه خلا مولاها ما خاصها حتى خير ما تخافيش عليهم يعني زوينين وزايدهم كيجددوهم دائما عندهم بزاف داك المعايير ديال هذا عندهم عاليه بزاف كلشي كيتجدد. واهم حاجه البنات الحمد لله اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال لسباس الاسباس هو اهم حاجه. مثلا شي واحد الا كان في هذيك لا شومبر وواحد كيتفرج تماك ناقص شويه التلفازه كاع ما يجيب ليه خبر يعني فهمتي ماشي كلشي شي حدا شي وهذا نعمه. المهم البيوت انا لحت الاغلبيه كتخربت ما بغيتوش داكشي بازيك غناخذ لي كوفغ لي جداد ناخذ دي ديكوراسيون هذا صافي بس الدراري راه صافا اتس جود يعني الحمد لله وبيت ماما الله يجيبها بخير على خير تتيسر الامور وناخذ ليها شي هذا بيت نعس زوين ان شاء الله. دابا باقي فيه الروينه اه الله الله يسهل عليكم كاملين وسهل على والديكم يجيو يا رب العالمين. وتا انا تجي عندي ماما الله يحفظها يا رب العالمين. دابا عندي بزاف الحوايج ديال هاشي ما غاتخصني نصبهم مغرب ايدي وندوش صافي شوف شحال ديال الحوايج عاودش ليكم مبغاش نديهم لا ماشين غنديرهم بايدي وعاد ان شاء الله فوسط لا سيمين مره مره نصب الحاجه مره مره نطوي حاجه. المهم اول حاجه كنديرها كنجبد حوايج الخدمه ديال لا سيمين هما اللي خاصني ضروري يكونوا نقيين ومطويين ديالي انا ولادي والماكله ديال لا سيمين ندوش ونصايب شعري هادو هما الاولويات انسان يعني كتفيقي كتلقاي امورك مقاده. اما ما تبقى الصابون راه شويه بشويه الحمد لله. البنات كاين واحد الحراره واحد الحراره ما نعاودش لكم. المهم خلاصه الامر مشيت لحت هذيك لا بوبيل كما شفتوا في الفيديو في الاول لوح 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 خصكم ولات كندير حمل الاثقال ولكن الحمد لله بعدا ارتحيت شويه انا فهمت يعني كوم ميم الدار القديمه انها احسن مابقاش بزاف غير لمسات بسيطه واحد جفاف هكا ثاني كره ثاني شافوني الا ضربت تخربق ليا من كثر الضعف صافي صايب طاجين جفف داري ماشي كلها المهم بعد الكوزينه هذا نقيت الدنيا شي حويجه ديال هاشم غسلتها بايديا بالزربه باقي الحوايج دابا كتشوفوني لابسه نفس هذا الكسوه هذا لان حوايجي مخلطين باقا ما عرفتش فين نقي فين مسخ خاصني نصبن كلشي فحد ديك الحوايج ديال الخدمه صبنتهم بالصابونه بايدي بحال هكا داك اليونيفورم ثلاثه اللي كندير كنبدل بهم الفوق وجينات كحلين راه عندي ديجا صبادري حويجه ديال الدراري جبت حتى شي حوايج اللي معروفين نقيين هكا باش ندوزو هاد لا سيمين ما تبقى في الدار القديمه تاع الويكاند ان شاء الله.
او لا المهم اصلا مابقاش شي حاجه، ربما هاد اليومين نكون خارجه مع الجوج نمشي للدار ديما هي الاولى نحيي داك الشيء وصافي نساليو. ودابا يا ربي يا ربي نوصل عند هاشم في الوقت، لانني شي كلشي درتوه فهمتي، دوشت هذا جري 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 الله ما جلست نهار كامل. ودابا عندي في الجي بي اس بلي غنوصل عنده 4 دقائق معطله ب 4 دقائق، ف اسبيغو ما نكونش معطله لك الدراجه. ايوا الحمد لله، ونقول لكم شكرا بزاف على المتابعه، ونشوفكم في فيديو جديد، وتشوفوا الظروف غدا كتحسن وتحسن الدار وتحسن النفسيه، والحمد لله الحمد لله في كنا وفين ولينا مره اخرى. اللهم ادمنا نعمه نحفظها من الزوال، والسلام عليكم.